بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني، أسئلة إن شاء الله النهاردة how to write an essay، أو إزاي نكتب المقال بطريقة صح. ولكن دايما في قواعد عامة لابد إن احنا نضعها في الاعتبار. الأول، الإلمام بقدر معقول من الثروة اللغوية، يكون عندنا ثروة لغوية ممكن أوظفها وأنا بكتب الباراجراف. موضوع التعبير عبارة عن عدة جمل مترابطة في المعنى، ولذلك كان لازم عليك إن تعرف البناء السليم من الجملة الخبرية. يعني عارف الجملة على لأبسط الجمل، فاعل فعل مفعول، ما تكونش مثلا جملة جراماتيكال خطأ، في تركيبة خطأ، لا، لابد ان نكتب الجملة صح. يجب مراعاة القواعد العامة لكتابة الموضوع، وهي ان نترك مسافة. يعني ما جاكت باراجراف كده بس او فقرة معينة الباراجراف، لابد ان نترك مسافة تعادل 5 أسطر في بداية في السطر الاول. بنبدأ بحرف كابيتال، بنضع فلسطوب في نهاية كل جملة. ببدأ الموضوع بتاعي بالتوبك سنتنس، يعني الفكرة الرئيسية اللي انا هتكلم عنها. بنستخدم الزمن الصحيح والمناسب، يعني بكون بتكلم عن البريزنت، بتكلم الجمل كلها بريزنت. حاول ابتعد عن الازمنة المستمرة. ليه؟ لان الزمن المستمر ده بيعبر عن حدث، او انا بصف شيء الان ولكن، او في ترتيبات مستقبليه، لكن يفضل استخدام المضارع البسيط او المضارع التام، او لو انا بتكلم عن الفيوتشر او الماضي البسيط. تجنب استخدام جمل معقده وبتحتوي على مفردات وتركيبات صعبه وممكن توقعنا في اخطاء سبيلنج او اخطاء جرامر، لا، ابتعد عن الجمل المعقده. لابد ان انا اكتب جمله فاعل فعل مفعول لو انا حاسس ان الجمله اللي هكتبها فيها جرامر خطا، في سبيلنج خطا، اتجنبها وادور على جمله بسيطه، لان اللي بيصحح اصلا او اللي بيبص على ورقه التصحيح بتاعتي هو ميهموش انا كاتب ايه، او انا بكتب الموضوع اوكي وبتحاسب عليه، ولكن المهم ان انا كاتب جمله صح، جمله متركبه جرامر صح وسبيلنج صح. يبقى انا بتجنب الاخطاء في الجرامر وفي السبيلنج، براعي علامات الترقيم، براعي السبيلنج بتاعي يكون صح، براعي الجرامر يكون صح، الجمله متركبه صح. بجتهد وانا بكتب الموضوع بتاعي ان يكون خطي، احسن خطي، يعني قدر المستطاع ان يكون خطي كويس، وبترك مسافه ما بين كل كلمه والاخرى، بدي انطباع للمصحح وييسر عليه فهم الموضوع التعبير. الموضوع اللي انا المفروض اتكلم عنه، هعمل مقدمه اللي هو التوبيك الباراجراف بتاعي، هعمل له ثيم، يعني فكره رئيسيه كده في الباراجراف نمبر 1. الموضوع بتاعي بتكلم فيه بستخدم له 2 او 3 باراجرافز، يعني ممكن فقره او فقرتين او 3، وبعمل كونكلوجن، يعني خاتمه، باراجراف ختامي. يبقى الموضوع بتاعي والمقال بتاعي بنقسم، ممكن ينقسم الى 5 او الى 4. في مقدمه، في باراجراف مقدمه، في السبجكت بتاع الموضوع بتاعي بعرضه في باراجراف او 2 باراجرافز او 3 باراجرافز، وفي موضوع كونكلوجن يعني خاتمه. طرق كتابه موضوع الباراجراف بتاعي، ممكن اعمل جمله عامه عن الموضوع او حكمه او مثال معين وببدا اتكلم فيه. طبعا تعالوا كده نشوف الاكسبريشنز، التعبيرات اللي انا ممكن اختارها. طبعا ممكن اقول we all agree that، we all agree، كلنا بنتفق، we all agree that، واكتب الموضوع بتاعي is one of the most important things in our life، في حياتنا، and this piece وده has its vital role nowadays، وليه دور رئيسي الان. يبقى we all agree، ممكن استخدم الاكسبريشن ده. ممكن اقول no wonder، يعني ايه؟ كلنا نتعجب. if we say، لو قلنا that this piece have، لو هو جمع، او has its good and positive effects، يعني تأثيراته المفيدة أو الجادة أنص علينا، لا يعجب في ذلك. we all agree that is very necessary and plays an important part in our life. طبعا we should put into our consideration، ممكن expression ده جميل جدا وبيخلي كده الباراجراف بتاعي قوي. we should put into our consideration، we should put into، يعني يجب أن نضع في الاعتبار، consideration that الموضوع has لو هو مفرد او have لو جمع، become one of the most important things in everyone's life. one of، يعني واحد من، most important things in our in everyone's life، في حياة كل شخص. ممكن استخدم الاكسبريشن in my opinion، في رأيي، واكتب is really important and necessary nowadays، هام وضروري الان. it may have good and positive effects، لو تأثير مفيد وإيجابي، on all of us. I think is this because، or I think so because، الموضوع ده may bring all the good to our society، يجلب الكثير لمجتمعنا.
كل دي اكسبريشنز يفضل ان انا وانا بكتب الموضوع كل باراجراف كده باخد له مقدمه بسيطه من المقدمات اللي انا قلتها. ان ماي بوينت وي شود بوت انتو اور كونسيدريشن. ممكن اقول اي سي يعني انا شايف كده, او انا ارى ذات سبيس ستاندز فور لو انا بتكلم عن موضوعات سلبيه. اي سي ذات سبيس ستاندز فور ان اوبستكل يعني عقبه ان ذا واي اوف اور بروجريس في طريق تقدمنا. سو اور ستيت لذلك الدوله سبيرز نو ايفورت طبعا لا تدخر جهدا to put an end to it to put an end. يبقى again I see لو موضوع سلبي. I see that الموضوع ممكن pollution التلوث. Climate change اللي هو التغير المناخي. Stands for an obstacle in the way of our progress في طريق تقدمنا. So our state spares no effort to put an end to it يعني تدخر جهدا لكي تقضي أو تضع حدا له. ممكن برضو in my point of view من وجهة نظري لو هو موضوع سلبي. is really serious and harmful nowadays. it may have bad and negative effect. طبعا عكس اللي احنا قلناه كان هناك good and positive, هنا يبقى bad and negative effect on all of us. I think so because space may bring all the evil to can may bring all the good to our society. There is no doubt مما لا شك فيه that الموضوع السلبي is one of the most dangerous phenomena. phenomena يعني ظاهرة in our life and has its bad and negative effect nowadays. ممكن frankly يعني بصراحة. frankly speaking space is one of the worst things يعني موضوعات كده. one of the worst things in our life. thus our state spares no effort. our state الدولة spares no effort to fight it. طبعا عندنا جمل كتيرة جدا, تعالوا نطبق الكلام ده على موضوع من الموضوعات. برضو مقدمة يعني يعني موجزة شوية برضو. لو موضوعات إيجابية مثل السياحة توريزم مودرن تكنولوجي education ذياس رول the importance of water. ممكن لو أنا بقدم بقوم بعرض الموضوع بتاعي زي ما احنا شايفين دي this is the introduction مقدمة الموضوع. in my opinion I'd like to say in my opinion في رأيي I'd like to say عايز أود أقول that space is really important. ممكن أقول tourism is really important and necessary nowadays and may have good and positive effects on all of us. I think so because tourism مثلا may bring all the good to our society. ممكن أقول we all agree there is no doubt that space is one of the most important things in our life. tourism is one of the most important things in our life and has its vital role nowadays. ده المقدمة. تعال نستعرض الموضوع بقى في مجموعة paragraphs. in my point of view من وجهة نظري I believe that space has a lot طبعا tourism has a lot of good effects and advantages that we can't count لا يمكن حصرها. it causes more and more welfare. it causes بتسبب الكثير والكثير من الرفاهية. it enriches our life بتسري حياتنا to great extent لوجود عظيم. ممكن اقول دورنا احنا بقى تجاه هذا الموضوع. we should put in our minds we should put in our minds يجب ان نضع في اعتبارنا that tourism is considered an important step يعني تعتبر كخطوة إيجابية to improve and develop our society لتحسين وتطوير مجتمعنا and this makes the government وجعل الحكومة do its best تبذل أقصى ما في وسعها to encourage لتشجيعها. لو أنا جيت أعمل conclusion أو خاتمة so we should do our best أو in brave so we should do our best to support and encourage tourism. finally we can do we can't do without tourism to live happily we can't do يعني لا يمكن إن إحنا نعيش بدون سعداء بدونها. بالنسبة ده لو موضوع إيجابي. طب تعال لو عندنا موضوع سلبي إزاي نتعامل معاه زي مثلا diseases الأمراض الأوفر بوبوليشن الزيادة السكانية الكلايمتي change التيروريزم اي شيء من دول او اي مشكله بتواجه الانسان. طبعا عندنا هنا in my point of view I believe that is really serious and harmful nowadays and may have bad and negative effects on
all of us. I think so because, for example, terrorism اللي هو الإرهاب may bring all the evil to our society. يجلب الشر لمجتمعنا. There is no doubt ممكن أقول there is no doubt مما لا شك فيه that terrorism مثلا is one of the most dangerous phenomena in our life and has its bad and negative effects nowadays. لو عيوب الموضوع in my point of view I believe that pollution has a lot of bad effects and disadvantages that we can't count. It causes more and more damage بسبب التلف أو the more. It threatens our life بتهدد حياتنا to great extent للوجود. كيفية التغلب على المشكلة؟ To overcome the bad effects of this dangerous problem, we should work together. يجب أن نعمل معا. We should work together. Society, مجتمع, and government, حكومة, to find the best solution. لإيجاد أفضل الحلول that help us تساعدنا to get rid of the damage caused by pollution. لإزالة التلف أو الدمار اللي بسبب التلوث. And to work for the welfare والعمل على الرفاهية and development of our homeland. We تنمية مجتمعنا. الخاتمة finally it's quite clear يعني من الواضح تماما that space is really dangerous is really for example dangerous or if لو حاجة إيجابية effective. In the end I wish I had pointed out all the aspects of this subject يعني غطيت كل المجالات لهذا الموضوع and made it clear وجعلته واضح. طبعا لو بالنسبة لرايتنج ايميل لو انا بكتب ايميل write an email to your friend Tom to invite him to visit Egypt. Tell him that you will enjoy he will enjoy his visit to Egypt. Is the country of safe بلد الأمن and safety بلد الأمن والأمان and places he can visit وأماكن ممكن هيزورها. Your name is Ali طبعا هنا علي. Your email is طبعا إيميلك and your friend's email is Tom طبعا هنا to from subject to اللي هو Tom طبعا يبقى كله small يعني التي دي المفروض تبقى small أصلا كمان Tom. في عندنا هنا علي برضو الايه المفروض تبقى small. Subject الموضوع invitation أو invitation to Egypt يعني دعوة لمصر. Dear Tom بنبدأ ب dear يعني عزيزي توم طبعا to إلى from من to إلى الصديق from من اللي هو المرسل والسبجكت الموضوع. Dear عزيزي توم I'm very happy to send you this email. I'm very happy. أنا سعيد جدا أن ببعت لك الإيميل ده. How are you and your family? كيف حالك وكيف حال العائلة؟ I send you this email to invite you to Egypt. بدعوك أن أنت تحضر مصر. Next summer الصيف القادم. I think you will enjoy your visit. هتستمتع بزيارتك to Egypt and enjoy everything here وتستمتع بكل شيء هنا. You can visit a lot of interesting places in Cairo في القاهرة Luxor and Aswan. You can enjoy walking in our streets تستمتع بشوارعنا. Safety as Egypt is a country of safe and safety لأن مصر هي بلد الأمن والأمان. I will be happy هكون مسرور if you accept this invitation لو أنت قبلت هذه الدعوة. You can ممكن أكتب أكتر أقول you can visit the pyramids at Giza. You can see you can visit Egyptian museum the great museum اللي هو المتحف العظيم أو the grand museum المتحف الكبير the grand museum in Cairo. You will enjoy your time. You can go to Sharm el Sheikh or you can go to Hurghada and enjoy swimming. You enjoy diving. Enjoy windsurfing there. You can go to Aswan and see a lot of temples and you can see also the high dam which is the greatest modern invention the أحدث اختراع modern for example achievements يعني إنجاز في العصر الحديث. ممكن نتكلم عن البلايسز اللي هو هيزورها في مصر اكتر وفي النهاية بكتب best wishes يعني اطيب الامنيات علي او ممكن المفروض هنا yours علي yours يعني المخلص ممكن اكتب yours او love ولكن يعني خلينا في yours يعني المخلص yours علي يعني المخلص علي.
يورز علي يعني المخلص مين علي. يبقى هنا الايميل، طبعا الايميل يا ريت يجي لنا، لان الايميل مش ان انا مطالب ان انا اكتب باراجراف 1 2 3 4 زي القاسي المقال واقسم الباراجرافز، لا ده انا بكتب موضوع توبك واحد فقط، وطبعا بيبقى قصير مش طويل. فيفضل لو انا كتبت ايميل يبقى نفس الاسلوب ده، مختصر بس بيدي الايه الفكره العامه. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.